اليوم حنحكي عن exercise، عن ال red blood cells، عفوا عن blood group. فإذا a person wants to know its blood group، شخص بده يعرف دمه. For this reason the following document one shows a microscopic observation of his red blood cells. عمل microscopic observation يعني شاف على الميكروسكوب ال red blood cell تاعيته، طلع عنده هيدا الريد بلاد سيل عنده انتيجين اي وما عنده انتيجين بي، لانه البي لونه ازرق اللي هي مش موجوده، بينما الاي الاورانج موجود. اول سؤال identify the blood group of this person. identify بدي اعمل justification وبدي اطلع منيح على الدوكيمنت. فاذا شو البلاد جروب تاعيته لهيدا الشخص؟ اكيد حتكون بلاد جروب اي لانه عنده انتيجين اي on his red blood cell. فاذا بلاد جروب اي since he has antigen A on his red blood cell. Then to verify the blood group of this person the following experiment is performed as follows. فإذا تنعرف شو فئة الدم لهذا الشخص، عملنا experiment، حطينا دم blood taken from the person in watch glass 1 و 2، حطينا بال 1 و 2 دم. We add anti-A to watch glass 1 and anti-B to watch glass 2. فإذا الفرق هيدي هون عن هون إنه هون حطينا anti-A هون حطينا anti-B. شو كانت الـ result أو we obtain agglutination takes place in watch glass 1. هون صار عندي agglutination، جمد الدم، بينما هون ما جمد الدم. فإذا حطينا anti-A على الدم جمد، حطينا anti-B على الدم ما جمد. فإذا شو بستنتج؟ وين موجود الـ antigen A؟ وهل موجود الانتيجين بي؟ لا، البي مش موجود، الاي موجود لانه جمد مع الاي وما جمد مع البي. طيب شو معنى جمد مع الاي وما جمد مع البي؟ يعني الدم اللي حطيته بقلبه رد بلاد سيلز حاملين انتيجين اي لانه الانتي اي علقت. يعني ليك هادي هي اللي شايفينها هون اجلتينيشن، وهون عنا انتيجين اي وهون عنا رد بلاد سيلز علق مع الانتي. عرفتوا كيف؟ يعني الانتيجين يعني رد بلاد سيلز اللي حطيتهم هون، هول الدم اللي حطيتهم هون، اوكي، هول البلاد بقلبه رد بلاد سيلز حاملين الانتيجين اي لانه الانتي اي علق عمل اجلوتينيشن، بينما الرد بلاد سيلز اللي حاطينهم اللي هن كانوا بالدم ما عندهم اجلوتينوجين او انتيجين بي، اوكي. فعشان هيك ما عمل اجلوتينيشن. فإذا هيدا الدم اللي هون، هيدا الدم اللي هون شو عنده؟ عنده أنتيجين A وما عنده أنتيجين B. عرفتوا كيف؟ كيف عرفتها؟ لأنه علق مع الأنتي A، عمل أجلتينيشن مع الأنتي A وما عمل أجلتينيشن مع الأنتي B. يعني أنا بس شوف إنه عمل أجلتينيشن معناتها عنده الأنتيجين. طب المرة الثانية حنحل أسئلة بعد ومنناقش أكتر نحن وياكم بالحصة تاعيت الاونلاين نهار التلاتة بالتيمز ان شاء الله. طيب فاذا بعمل analyze the obtained result شو بقول؟ after adding anti-A to blood group taken from a person and put in watch glass 1، بعد ما حطينا anti-A على دم موجود بالwatch glass 1 agglutination takes place، صار عندي agglutination. While after adding anti-B to blood taken from a person taken from قلنا from a person هيدا مرتين، okay. From a person، فإذا قلنا after adding anti-B to blood taken from a person from a person and put in watch glass 2 no agglutination takes place. فإذا مع الأولى صار في عندي agglutination ومع الثانية ما صار عندي agglutination. يعني هيدا الدم حامل red blood cells بقلبهم antigen A وما بقلبهم antigen B. طب إذا أنا قلت لكم interpret، هيدي هون كانت interpret، شو بتكون هون significance تاعتها؟ thus red blood cells have antigen A and don't have antigen B. فإذا هون بستنتج إنه
عندها الريد بلاد سيلز انتيجين اي لانه عملت اجلوتينيشن مع الانتي اي، وما عندها انتيجين بي لانه ما عملت اجلوتينيشن مع الانتي بي. طيب conclude the blood group of this person، شو بتكون فئة دمه؟ اكيد حتكون فئة دمه اي لانه عنده انتيجين اي. اخر سؤال، does a person of blood group A have anti A or anti B in his plasma؟ هيدا حفظ. شو عنده الشخص اللي حامل فئة دم A بالبلازما اللي له؟ هو عنده antigen A بالرد blood cells، فإذا بكون حامل anti A. اوكي اكيد هيدا هيدا السؤال اللي مش دارس ولا فهمان الشرح اللي شرحناه هديك المرة حيلاقي فيه مشاكل، فكرمال هيك المرة التانية حنراجع ونحل أسئلة. فهيدا مثل هيك التحماية للمرة الجاي، اقرأوا الشرح، احفظوا بس التيبل تاع البلازما والرد بلاد سيلز لكل بلاد جروب، وبتقدروا تطلعوا فيهم بكل سهولة.